الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. بادئ ذي بدء، نحمد الله تعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله، وندعو إلى حسين بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقهما الذرية الصالحة النافعة، وأن ينشئ من هذا الزواج أسرة طيبة مباركة مؤمنة، وذرية صالحة تنتفع بها أمة الإسلام. والدعاء ديال الحبيب صلى الله عليه وسلم دعاء بالبركة، والبركة المعنى ديالها في اللغة الخير الكثير، البركة بمعنى الخير الكثير. ومن أسماء الله تعالى المتبارك، المتبارك أي الذي ينزل البركة فيما شاء سبحانه وتعالى من الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأرزاق، فهو الذي بيده البركة، وهو الذي ينزلها متى شاء وكيف شاء وأينما يشاء. نسأل الله تعالى أن ينزل البركة الخير الكثير على العروسين وعلى الأسرتين وعلى جميع أمة الإسلام. خير الكلام كلام الله تعالى، وقد استمعنا من بداية سورة النساء إلى آية عظيمة يعتبرها العلماء فاتحة سورة النساء وملخص سورة النساء. هذه الآية اللي بدأ بها ربي عز وجل هذه السورة العظيمة كأنها كتعطينا واحد العنوان، العنوان ديال هذه السورة، وهذه السورة هي ثاني أطول سورة في القرآن. كما تعلمون أطول سورة هي سورة البقرة، خمسة أحزاب. ثاني سورة من حيث الطول هي سورة النساء، ثلاثة أحزاب. وهذه السورة هذه سورة تتحدث عن أحوال الأسرة، الأحوال ديال الأسرة منذ نشأتها، كيف ينبغي أن تنشأ هذه الأسرة، وكيف ينبغي أن تستمر وتستقر هذه الأسرة إلى نهاية الأسرة. آخر ما كتنتهي به الأسرة هو وفاة أحد الزوجين، وكيف يرث أحدهما الآخر، وكيف يرث الأولاد وغير ذلك. إذن فهذه السورة العظيمة هي واحد المنهاج لحياة الأسرة المسلمة، وكيف ينبغي أن تكون هذه الحياة، وكيف ينبغي أن تبنى، وكيف ينبغي أن تستمر وتستقر. إذا كانت هذه السورة يعني اللي فيها هذه الأحزاب، فربي عز وجل أعطانا الخلاصة ديالها في الآية الأولى، أعطانا ربي عز وجل الخلاصة ديالها منذ الآية الأولى، فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما أغزر هذه الآية من حيث المباني ومن حيث المعاني ومن حيث الدلالات، وما أغزر مفاهيمها التي ينبغي أن يقف معها المسلم. أول خطاب قلنا ربي عز وجل يا أيها الناس. الخطابات في القرآن كثيرة، هناك خطابات خاصة وهناك خطابات عامة. خطابات خاصة بحال يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، وكاين خطابات عامة يا أيها الناس،
يتكلم الله تعالى هنا مع جميع البشرية، مسلمهم وكافرهم، أولهم وآخرهم. يا أيها الناس، جميع البشرية تخاطبهم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، عنوان السعادة ديال جميع الناس أينما حلوا وأينما ارتحلوا وأينما سكنوا، في بدوي أو حضري، وأينما كانوا في سفر أو حضري. أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم. وربي عز وجل هنايا حدثنا على واحد الكلمة اللي كتجعلنا نقربوا لعنده، كتجعلنا نقربوا نكونوا قراب عنده. تيقول لنا رانا هو المربي ديالكم، أنا اللي ربيتكم. والربوبية فيها أربعة ديال الحوايج، فيها الخلق والملك والرزق والتدبير، ما كيملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أنا اللي خلقتكم، يعني خرجتكم من العدم، وأنا اللي كنرزقكم يوميا يوميا. والرزق كما قلنا في البداية ماشي غير الماكلة، الرزق، هذا النفس اللي كانت نفسه الآن رزق، هذا الهواء الذي نستنشقه رزق، هذا الأمل اللي كنشعر به الآن رزق، هذه الحياة الزوجية السعيدة رزق. فكل شيء هذا الشيء دخل في الرزق اللي كيرزقنا ربي عز وجل في كل لحظة. وما نشكوش في القدرة ديال الله، وما نشكوش في العطاء ديال ربي سبحانه وتعالى. أي لحظة أنت محتاج إلى ربك، لأنه هو الرب، أي الذي يربينا وينمينا بنعمه. وهذه النعم لا تنقطع ليلا ونهار، أنت ناعس راك في النعمة ديال الله، واحد اخر راه ما لقى كاع باش ينعس، ما بغاش يديه النعاس، وربما تيدق ابره وربما تيشرب كاينه باش ينعس، وانت راك في واحد النعمه كبيره وانت ناعس، واحد النعمه عظيمه. اذا اتقوا ربكم، ما قاليناش هنا الهكم، لان هناك فرق بين الاله والرب، والله تعالى يجمعهما، فهو الرب اي الخالق المالك المتصرف فينا كيف يشاء، ثم الاله اي المعبود اللي خصنا نعبده وحده سبحانه وتعالى، وأن لا نلتجئ إلى أحد غيره في أي زمن وفي أي مكان. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا، كلمة اتقوا في اللغة العربية من الوقاية. ما معنى الوقاية؟ كنقولوا احنا هذا الشرجم علاش درنا ليه الحديد؟ الحاج المفضل دار هذاك الحديد خايف على وليداته وخايف على الأحفاد دياله، إذا فهذاك الحديد كيتسمى وقاية. وقاية من ماذا؟ وقاية من الصخور. إذا الوقاية كتكون لما كتخاف من شي حاجة، اللي كتخاف من شي حاجة كدير وقاية. أنت ملي كتمشي لحديقة الحيوان واش كتلقى مع السبع فصفص هكذا كتقول لي السلام عليكم أيها السبع، راه جيت نشوفك، راه عاودوا لي على السبع بغيت نتلاقى معاك؟ لا، كدير بينكم وبين واحد الوقاية. شنو هو؟ بحال هذاك القريال، زعما أنا جيت نشوفك وتشوفني ولكن رانا كنخاف منك. هكذا كل ما تخافه تجعل بينك وبينه وقاية. هذا هو معنى التقوى. التقوى هي الخوف اللي كيجعلك دير واحد الوقاية بينك وبين داك الشيء اللي كتخاف. هذا هو الخلاصة ديال كلمة الوقاية. ومعنى هنا اتقوا ربكم، أي خافوا ربكم، خافوا عقابه، خافوا عذابه، ديروا الأسباب ديال النجاة من العقاب ديال ربي سبحانه وتعالى. ربي راه رحيم سبحانه وتعالى، راه ما تعاقبناش الا الى استحقنا العقوبه، الا الى ما درناش الاسباب اللي كتمنعنا من العقوبه ديالنا. اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، صليوا في الوقت، اتقوا ربكم، اديوا الزكاه الى وجبات عليكم، اتقوا ربكم، صوموا رمضان، اتقوا ربكم، صلوا الارحام ديالكم ما تقطعوهاش كما غادي نشوفوا في نهايه هذه الايه. اتقوا ربكم، قولوا كلام طيب، راه عطاك الله تعالى هذا اللسان باش تقول به الكلام الطيب. وقال لك سيدنا محمد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اذا اتقوا الله في الكلام، اتقوا الله في اللسان، اتقوا الله في العينين، ما تشوفوش غير اي حاجه طلعت لك في البورتال تقعد تفرج فيها. لا، يعني راه عندك تقوى، خوف الله، لانك كتستحضر في كل لحظه ان الله تعالى يراك ويطلع عليك. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الأصل ديالنا كاملين نفس واحدة، شكون هي؟ نفس آدم عليه السلام. وخلق منها زوجها، أي من نفس آدم خلق زوجها. الزوج يطلق على الذكر والأنثى في اللغة العربية، غير هو اللي مشهور استعمالا أنكم نقولوا زوجة فلان، ولكن الأفصح في اللغة العربية فنقولوا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
فاطمة زوج علي رضي الله عنه، وهكذا بمعنى الزوج يطلق على الذكر والأنثى. وخلق منها زوجها اللي هي أمنا حواء، وبث منهما، من هذا الزواج الأول المبارك خلقت البشرية، وبث ونشر في القارات الخمس، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن هذه العبادة اللي هي عبادة الزواج، ربي عز وجل بدأها بالتقوى، قالينا خافوا الله تعالى قبل الزواج، وخافوا الله تعالى أثناء الزواج، وخافوا الله تعالى بعد الزواج، بمعنى أن الزواج ديالنا يكون مبني على التقوى، يكون مبني على تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي عز وجل الشاب اللي كيتزوج قال له ابحث عن ذات الدين، اظفر بذات الدين، صاحبة التقوى، صاحبة الإيمان، صاحبة المدرسة اللي غتربي لك الوليدات ديالك اللي هما غينشؤوا على تربيتها. اتقوا ربكم قبل الزواج، اختيار الزوج الصالح، اختيار الزوجة الصالحة، اختيار الأسرة الصالحة، لأنهم سيكونون عونا على تنشئة الذرية الصالحة بإذن الله تعالى. اتقوا ربكم أثناء العرس، ما يكونش فيه اختلاط، ما يكونش فيه خمر، ما يكونش فيه منكرات، ما يكونش فيه يعني ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن أنت كتأسس الواحد، كتدير واحد حجر أساسي لواحد الأسرة متينة، فلا ينبغي أن تعصى الله تعالى في أول يوم من حياتك الزوجية. اتقوا ربكم قبل الزواج، واتقوا ربكم أثناء الزواج، واتقوا ربكم بعد الزواج. بعد ما تلتقي هذه الأسرة وتبنى، خاصها تمشي في السفينة ديال تقوى الله. الزوج وزوجته يخافان الله، يستيقظان للفجر، يعين أحدهما الآخر على تقوى الله، يعين أحدهما الآخر على الصلاة في الوقت، يعين أحدهما الآخر على حفظ القرآن، يعين أحدهما الآخر على الأذكار اليومية، تذكرني وأذكرك. الزوج يذكر زوجته، والزوجة تذكر زوجها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال، قد رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ما كتب له ثم أيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله هذاك الزوج اللي كينوض في الثلث الأخير من الليل وكيتوضا، ولا ربما كيغتسل وكيصلي لشي ركعات وتينوض هذيك الزوجة، وإلا ما بغاش تنوض قال لك نضح في وجهها الماء. ما معنى نضح؟ النضح يعني كدير قطرات في الراس ديال الأصبع وترش الوجه ديالها باش تفيق، ماشي تكب عليها الصل ديال الماء. وغدا يقول لك الفقيه شنو درتي لنا، راه نوطي لنا المشاكل. نضح هذا من باب المداعبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب اهله، يعني رشه ديال الماء، كلمه طيبه، ربما كاع في مسابقه. عائشه رضي الله عنها كان معها في سفر، واحد اللحظه قال لها واش نتسابقوا انا وياك، قالت ليه مرحبا، هو يقول الجيش زيدوا له امل، ماشي تسابق معاها في وسط الصحابه يبانوا الساقين ديالها ولا حاشا، وانما قال الصحابه زيدوا له قدام خليوني انا والزوجه ديالي شويه الله، وتسابق معاها النبي صلى الله عليه وسلم وسبقات. وكانت عائشه باقا صغيره وسبقات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم راه عنده 50 سنه، سبقاته هو يحضيها النبي صلى الله عليه وسلم في راسه. هذا حتى هو دخل في المداعبه، تجدست واحد 4 سنوات أو 6 سنوات، قالت لك عائشة جات واحد الغزوة أخرى، جات النوبة ديالي، حيت كان في لما كيبغي يمشي لشي غزوة يقرعوا بين أزواجه، جات النوبة قال لها يا عائشة واش نتسابق أنا وياك، قال لك وكنت قد نسيت أنا ديك المسابقة الأولى، قالت لي نعم، فقال لي الجيش تقدموا، زاد الجيش القدام، قال وكنت قد كبرت وحملت اللحم، بمعنى تقاليت وليت يعني ثقيلة على الأول، قالت فسابقته فسبقني، المرة الثانية سبقني هو، فقال لها هذه بتلك، أنا وياك دابا راه درنا تعادل، يعني واحد لواحد. وهذا يعني من الأمور اللي خصها تكون في الحياة الزوجية، وهادشي دخل في تقوى الله. شحال من واحد دابا تيشوف أن هاد الأمور زعما راه عيب أو كذا، لا، حياة الزوجية راه خص يكون فيها شوية ديال المعقول، شوية ديال الضحك، وشوية ديال كذا، وشوية ديال المزاح. هكذا كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحياة ديال الرسول قدوة في جميع الأحوال، قدوتنا في جميع الأحوال. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. شوف تقوى الله بدأ بها ربي عز وجل واختم بها واتقوا الله. تقوى الله دائما ماشي غير نهار الزواج، ماشي غير في العرس، تقوى الله في الحياه الزوجيه كلها، لان هذه الحياه راه كتستمر 30 40 50 سنه، والا ما تبناتش على تقوى الله وكان فيها دائما حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم راه لا بدا يوقعوا فيها امه. لكن ملي كتكون تقوى الله كتكون بحال واحد البلسم، بحال واحد العلاج اللي كيعالج هذه الامور كلها وكتستمر الحياه باذن الله تعالى.